سؤال تاني بعد اذنك سريع برضه ان شاء الله. ايه صور الجهاد اللي موجوده دلوقتي يا شيخ؟ يعني ايه اللي انا كمسلم او ان انا اشجع الناس عليه واشجع نفسي عليه؟ صور الجهاد اللي في الوقت الحالي. أنت تعرف أن الجهاد قد يكون بالمال، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهدوا بأموالهم وأنفسهم. جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالدعوة إلى الله سبحانه داخل في الجهاد بالكلمة. فانصر دينك بمالك، انصر دينك بتعلمك الدين وتعليمه للناس، صور جهاد. وفي أنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يفرض عليهم القتال. يعني هل سيدنا إبراهيم قاتل؟ هل سمعت أن سيدنا إبراهيم قاتل؟ لا. هل سمعت أن سيدنا نوح قاتل؟ هل سمعت أن نبي الله هود أو نبي الله صالح قاتل؟ ما بشروا قتالا، ولا لوط قاتل عليه الصلاة والسلام. فلكنهم دعاة وأئمة الدعاة، والحمد لله لهم المنازل العلية. التفسير يا شيخ أيد: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم عملكم. الآية دي يعني بتحس إن إحنا ما نبقاش في سلام بيننا وبين الكفار، يعني إن إحنا نبادر بالسلم، فكرة إن إحنا كدولة مثلا أو كقوم إن إحنا نروح نبادر بالسلم في حال دول. افهم، في حال كونكم الأعلون، إذا كنتم أقوياء لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، لكن لو أنتم ضعفاء ممكن تدعو المسالمة. والله قال عن المؤمنين: اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. والمؤمنون بمكة ما قاتلوا. ففي حال الضعف، في حال الضعف لا نقاتل، إن خير القتال ستستباح أموالنا ودماؤنا ونساؤنا وبناتنا. هناك فقه للجهاد في سبيل الله. لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون في حال كونكم الأعلون ونحوه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين في أهل وجهين. أنتم الأعلون بإيمانكم وأنتم، ولا تهنوا وتدعوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون في حال كونكم الأعلون لا تضعفوا.